مشاهدينا الكرام، نتحول الآن بحضراتكم لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تجمع انتخابي لكامالا هاريس. أول قرار اتخذته كان ترشيحها في 2020، اخترتها كنائبة للرئيس، وكان هذا أفضل قرار اتخذته كرئيس للولايات المتحدة. عندما سألت باراك وقلت له اختر نائب رئيس، عرفت عندها أنها ستكون نائبة رئيس جيدة. أنا راقبت كل الخبراء الذين أعطونا أو الذين يعطونني المشورة، ولكنها كانت مميزة، فلديها البوصلة الأخلاقية، وقلت هذه المرأة تعرف ما تفعل. أعدكم إذا انتخبتم كامالا هاريس كرئيسة فستكون أفضل قرار تتخذونه. كامالا هي العمود الفقري لهذا الاقتصاد، وستكون رئيسة مؤيدة للنقابات. هل أنتم مستعدون للكفاح؟ هل أنتم مستعدون للفوز؟ هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس كرئيسة قادمة للولايات المتحدة؟ إذن هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة؟ President of the United States, Kamala Harris.